أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الحمد لله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتفيض وبفضله وحوله ومدده وقوته سبحانه وتعالى تتنزل الخيرات على العبيد. الملك ملكه والقضاء قضاؤه ولا يعجز شيء عن سلطانه. إليه يا من عليه مدى الأيام معتمد. إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. أنت المجيب لمن يرجوك يا أملي يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي. ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحو بعفو ما جنته يدي. أنعم وأنزل علينا رحمة فإن لنا عوائد منك بالإحسان والمدد. إليه قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة وبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وخذني إليك مني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. وارزقني الفناء عني وكلي وأذهب حرصي وحزني
واكشف لي من كل سر مكتوم يا حي يا قيوم، واسكن بها فقيدين الدرجات العلى من الجنة، واجعل اللهم المسك ترابه والحرير فراشه وطيب مضجعه وعطر مشهده ونور مرقده وكن له يا ربنا بعد الحبيب حبيبا ولكل من دعا له سامعا ومجيبا، واجعل الفردوس الاعلى من الجنة لنا وله ولجميع الحاضرين حظا ونصيبا اللهم امين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نحييكم بتحية الاسلام، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة التي اقامتها الاسرة الكريمة، تكريما للراحل الكريم المغفور له باذن الله تعالى عم الحاج عبد العزيز محمد حجازي، شقيق عم الحاج مسعد محمد حجازي، ووالد المعلم بسيوني عبد العزيز محمد حجازي، ورمز رموز الواجب الاول بمركز ومدينة المحلة وعموم محافظة الغربية، الاستاذ الطريني عبد العزيز محمد حجازي، ونسيب عم الحاج مرسي رياض، بالحاج عبد الحليم حسيب، بالحاج ياسر علي، عم الحاج مصلح عبد الله، الشيخ محمد صلاح، بالحاج احمد النمراوي. الله اسأل ان يتغمد الفقيد في قبره بواسع مغفرته ورحماته، اللهم امين. نحييكم عبر اثير الشركة الهندسية للإذاعة المصرية المصنفة رقم واحد عبر عموم الجمهورية تحت إدارة الباشمهندس العالمي حمادة الشبوكشي المقيم ببشبيش مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعبر الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى الفخمة العالمية التي تطلق وتطلق من مخازن الحاج عبد الله البسيوني المقيم بعطاف مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومن داخل لؤلؤة السرادقات وكبرى شركات الفراش الأهلية الذهبية وتنظيم جميع المناسبات عمالقة الفراش بالجمهورية أولاد كرك المقيمين بنمرو مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعبر كاميرات العالمي والأكثر شعبية وشهرة على شاشات السوشيال ميديا يوتيوب الباشمهندس احمد الجعبري العالمي المقيم بضنبيط مركز ومدينة متغمر بمحافظة الدقهلية، وفضيلة العالمي الشيخ رضا قاسم. ايها السادة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان لله اهلين من الناس، قالوا: ومن هم سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اعطاه الله القرآن فقد اعطاه النبوة بين جنبيه ولكن لم يوحى اليه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايات الله البينات يتلوه علينا قارئ اتحاد الاذاعة المصرية والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية العالم الاسلامي، عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لجنة خدمة القرآن الكريم نبت محافظة الغربية المقيم بمدينة الاسكندرية، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير، يتفضل صاحب الفضيلة يتلو علينا من ايات الله البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان وسبحان الله وسبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو
بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان وسبحان الله وسبحان ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أفلا حتى إذا استيأس الرسل
يتجلى عليك ان شاء الله. الله لك. جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء فننجي من نشاء فننجي من نشاء عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء
صدق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يفترى شباب من عزب كفران وشباب طنبارة اطلاق فطروا برا عشان تشتغل الطيور شباب طنبارة وشباب وشباب عزب كفران والساب كله يطلع برا على الشعب عشان خاطرنا ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها.
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يدبر الأمر يدبر الأمر
نفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل يغشي الليل النهار لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض
الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرث الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتطلعت مسكا يفيض بيانا،
رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام، فكان الله قد وهب الأجور لأهلها وحبى الجميع بلاغة وبيانا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، من خواتيم سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه وعلى انبياء الله ورسله افضل الصلاة واتم التسليم، ومن رحاب صدر سورة الرعد استمعنا الى تلاج البينات لها علينا عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لجنة خدمة القرآن الكريم، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية، علم محافظة الغربية والمقيم بمدينة الاسكندرية القطب العلم والاذاعي المعروفة الشيخ محمد عبد البصير. يطلب تليفونيا 0600 60 59، يطلب تليفونيا 0600 60 59. كبرى شركات الهندسة الصوتية التي تطلق وتطلب مخازن عملاق الصوتيات والمصنف رقم 1 بعموم الجمهورية العالمي البشمهندس حمادة الشبكشي المقيم ببشبيش مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. كبرى شركات الهندسة الكهربائية والمعرض الفني للأضواء الكاشفة، كبرى محطات الديزل الفخمة الكبرى العالمية التي تطلق وتطلب بمخازن عملاق الكهرباء والطاقة بالجمهورية الحاج عبد الله البسيوني المقيم بعطاف مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. كبرى شركات الفراشة الأهلية الذهبية وتنظيم جميع المناسبات جميع الحفلات القرآنية والسياحية وجميع الندوات وجميع المؤتمرات عمالقة فرشة بالجمهورية أولاد كرك، أولاد كرك المقيمين بضمرو مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. كل هذا رقب لكم عبر كاميرات العالمية البشمهندس أحمد الجعبري. كبرى شركات الفراشة الأهلية تحت إدارة أولاد كرك المقيمين بضمرو مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ورقبت هذه التلاوة عبر كاميرات العالمية البشمهندس أحمد الجعبري صاحب الموقع الإسلامي الأكثر شهرة على شاشات السوشيال ميديا يوتيوب وقناة تسجيلات رضا قاسم على شاشات اليوتيوب. في ليلة تكريم وعزاء المغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج عبد العزيز محمد حجازي شقيق عم الحاج مسعد محمد حجازي ووالد المعلم بسيوني عبد العزيز محمد حجازي وأسطورة الواجب في كل مكان الأستاذ الطريني عبد العزيز محمد حجازي، ونسيب بكل من عم الحاج مرسي رياض الشيخ محمد صلاح الاستاذ عبد الناصر عمارة الحاج مصلحي عبد الله الحاج احمد النمراوي، قدمونا جميعا وجميع العائلة الكريمة كما يتقدم الحاج عبد الحليم حسيب وجميع الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع انسابهم الى كل من تقدم اليهم بواجب العزاء بالشكر والتقدير. شكر الله سعيكم جميعا.